الله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى وبعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك هذا وضرب هذا، فيؤخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وقفات مع هذا الحديث العظيم: أولها أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه أنه يطرح السؤال لأجل شد انتباه المستمعين، فهنا سأل عليه الصلاة والسلام فقال: أتدرون من المفلس؟ الوقفة الثانية أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجابوا بهذا الجواب فقالوا رضي الله تعالى عنهم: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. مع أن المفلس في اللغة معروف، لكن من أدبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم قالوا: المفلس فينا، يعني الذي نعرفه نحن، ولأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي بمعنى آخر غير الذي يعرفونه، فمن أدبهم ما قالوا: إن المفلس معروف هو كذا وكذا، إنما قالوا: المفلس فينا هو من لا درهم له ولا دينار. فانظر إلى أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم المفلس، وهذه الوقفة الثالثة، فقال: من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، أنه عابد لله عز وجل، مقيم لشرائع الله، يؤدي ما افترضه الله تعالى عليه، يصلي ويصوم ويزكي، لكنه سيأتي يوم القيامة مفلسا. لما؟ قال عليه الصلاة والسلام: لأنه شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فكان يعتدي على الناس بالشتم والضرب والسب وأكل أموالهم وقذفهم وكذلك، ولذلك كان أن أفلس يوم القيامة. فانظر أيضا إلى هذا العبد الذي جاء بحسنات، سوف تنتقل حسناته هذه إلى أناس كان يكرههم في الدنيا فيسبهم ويشتمهم بل ويضربهم بل وقد سفك دم بعضهم، ثم تؤخذ من حسناته وتعطى لهؤلاء الذين هو كان يكرههم في الدنيا، مع أنه لو طلب منه أحب الناس إليه يوم القيامة حسنة واحدة لم يعطه، كما قال الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أما هذا فإنه ستكون حسناته إلى أولئك الذين كان بينه وبينهم شحناء وبغض في الدنيا، حيث كان يعاديهم بالسب والشتم والضرب. فانظر إلى الخزي وإلى الإفلاس حقا في هذا من قبل هذا الذي لا يتورع عن أذى الناس في الدنيا. هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم المفلس في شرع الله عز وجل، وهذا هو الإفلاس الحقيقي فعلا. هذا هو الإفلاس، أن تأتي يوم القيامة فتؤخذ حسناتك. ليس ذلك فقط، بل إن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه من الحقوق لهؤلاء الذين ظلمهم بالسب والشتم والضرب ونحوه، تؤخذ من سيئاته وتطرح عليه ثم يطرح في النار، أجانا الله وإياكم من النار. هذا هو الإفلاس الذي بيّنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل
أن يطهر ألسنتنا من السب والشتم، وأن يجعلنا ممن يحفظ أيديهم يحفظون أيديهم وأرجلهم من أن نعتدي على الناس بأي نوع من الاعتداء أو أي نوع من الظلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.